بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة المحاصيل، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن محصول الذرة الشامية، وزي ما بنقول كل مرة ياريت نكمل الفيديو للآخر عشان تاخد التوصيات كلها، مش ناقصة حاجة والأمور تبقى كويسة. أول حاجة الذرة الشامية عشان يكون ناجح معاك يبقى لازم زي ما بنقول كل مرة نختار الصنف الكويس، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تمام؟ فبنختار الصنف يكون كويس. عندنا الذرة في الأصناف العادية وفي الأصناف الهجن. الأصناف العادية أقدر أقول لك راحت عليها خلاص، صعب جدا حد يزرع الأصناف العادية إلا الناس بتستخدمها في أمور تربية وأمور تانية خالص مالك علاقة بها. عندنا الذرة بيبقى فيه الهجين الثلاثي وفي الهجين الفردي، تمام؟ طبعا الهجين الأصناف العادية كانت بتدينا زمان من 6 ل 7 أرداب للفدان، تطور الموضوع لتوصل ل 20 ل 25 في الهجن الثلاثية، حاليا وصل قد يكون يصل إلى 40 أرداب للفدان بالنسبة للهجين الفردي. والفرق بين الهجين الفردي والهجين الثلاثي إن الهجين الثلاثي أساسا نتاج سلالة مضروبة في هجين فردي، أما الهجين الفردي اللي ربه ضرب سلالة في سلالة وخد منها الصفات بقى الكويسة اللي طول الكوز وطول النبات واحتفاظه بالنمو الخضري والحاجات دي كلها ما علينا علاقة بيها. فالافضل ان احنا بنزرع الهجن الفردية. طيب استخدامات الذرة ايه يا جماعة علشان تختار برضو الصنف الكويس؟ استخدامات الذرة اما ان احنا بنضيف نسبة منه على الدقيق للبني ادمين، وده كويس جدا على فكرة للمعدة والكلام ده كلته، تمام؟ او حضرتك بنستخدم الذرة كغذاء للحيوانات، اما ان هو يقدم الذرة الاصفر او ان احنا ناخده سلاج، تمام؟ وعلشان تقدر تختار الصنف الكويس المفروض انك انت بتعرف الهدف من زراعتك، هتعمله سلاج ولا هتحصد منه الحبوب ولا هتستخدمه في علف الحيوانات. لو هتستخدمه في علف الحيوانات يبقى الموضوع منتهي، تزرع اصفر لان نسبة البروتين فيه بتكون عالية. لو هتعمله سلاج يبقى تختار صنف يكون النمو الخضري بتاعه قوي علشان يديك محصول نمو خضري افضل. طيب لو انت عايز تعمله بقى، لو حضرتك عايز تعمل الذرة تستخدمه في التغذية البني أدمين أو الإنسان، فده بتختار صنف طبعا يجيب لك محصول حبوب كويس، تمام؟ طيب مواعيد المناسبة لزراعة الذرة في كل منطقة يا جماعة لازم تعرف انت هتزرع متى، او افضل ميعاد للزراعة. افضل ميعاد للزراعة بالنسبة لحاجة زي توشكا كده طبعا هنزرعه في بداية من نص التاني من مارس وابريل كله، تمام؟ عشان يجي معاك بدري والجو بيكون حر اساسا عندهم في الشتاء، يعني مناسب يعني. اما بالنسبه لوجه بحري فالافضل ان احنا بنزرعه خلال شهر مايو، او ممكن كمان نبدر من 20 ابريل لحد شهر مايو، تمام؟ ابريل ده شهر 4 وشهر مايو اللي هو شهر 5، تمام؟ طيب في الصعيد الجواني صعب اساسا نزرع الذرة الشامية، لان زي ما بنقول الذرة الشامية اساسا التلقيح بتاعها بيعتبر تلقيح خلطي احادي المسكن. يعني ايه خلطي؟ يعني حبوب اللقاح بتنزل من الطواشة اللي فوق او بيسموها الشراب في وجه بحري، بتنزل على الزهرة المؤنسة اللي هي الكوز تحت على الشعر اللي بيبقى على الكوز ده، بينزل حبوب اللقاح من فوق تلقح تحت. عشان كده حضرتك لما بتدخل في الذرة وقت الظهر كده تلاقيه بينزل حاجات في جسمك كده، حاجات زي التراب كده، دي حبوب اللقاح نتيجة انك انت بتهز حبوب اللقاح وانت داخل في الذرة فبتنزل عليك الحاجات ده، هي تمام. طيب بالنسبة يا جماعة للتربة المناسبة، بالنسبة حتة بس الخلطي هو خلطي ليه؟ لان هو بينزل حبوب اللقاح من فوق لتحت احادي المسكن. ليه؟ لان الاب والام ساكنين في شقه واحده، وده امر طبيعي يعني، مش عندهم قانون خلع، النبات ما عندوش كده، تمام؟ فالزهره المؤنسه هي الكوز والشرابه اللي فوق او الطواشه، دول ساكنين على مكان واحد. طب هو في اساسا ثنائي المسكن؟ طبعا نخيل البلح، النخل علشان تجيب الاب قاعد في مكان والام قاعده في مكان، تمام؟ عندهم مارجيفيكيشن او اجازه زوجيه يعني، تمام؟ بس فعشان تلقح النخل
فبتروح تجيب الحبوب المذكره بتحطها في المؤنثه، فاسمهم ايه دول؟ خلط التلقيح، تمام، ولكنهم ايه؟ ثنائي المسكن. اما الذره خلط التلقيح ولكنه احد المسكن، لان الاب والام ساكنين في مكان واحد، وهكذا، تمام. طيب التربة المناسبة لزراعة الذرة الشامية، التربة المناسبة طبعا الأراضي الطينية والطمية، دي من أفضل الأراضي طبعا، حديثا طبعا بنزرعوه في الأراضي الرملية، ولكن بنبدر بالزراعة بتاعته شوية. بالمناسبة ما ينفعش ان احنا نزرع الذرة في الأماكن أو الأراضي متأخر قوي، لأن الذرة معروف إن هو من نباتات النهار القصير، فبالتالي بيطلع الكوز بدري قبل ما بيعمل نمو خضري كويس، وبالتالي المحصول بيبقى تعبان. وده بنلاحظه الفرق ما بين زراعة الذرة في خلال شهر مايو اللي هو شهر 5 بخلاف ما أنا نزرع في شهر 9 مثلا، تمام، المحصول بيقل في الزراعات المتأخرة. التربة المناسبة قلنا التربة الطينية والرملية والتربة كمان الكلسية، ولكن الكلسية ما ينفعش زراعة الذرة فيها بالري بالرش، تمام، إذن ينفع فيها الري بالتنقيط، تمام. طيب الأراضي الرملية بينفع فيها طبعا الذرة، وبيجود في نظام الري بالرش، وادي احنا الصلحية شايفينها، ودينا وادي النطرون كلهم بيزرعوا الذرة الشامية، تمام. بالنسبة لطرق الري، طرق الري كتيرة بالنسبة للذرة، الري الغمر في الأراضي القديمة اللي هي الطينية، والري بالرش البيفوت طبعا في الأراضي الجديدة أو الحديثة، وفي ناس بتستخدم الري بالتنقيط، وأنا عن نفسي كرجب الشبراوي لا أؤيد الري بالتنقيط بالنسبة لنبات الذرة، لأن ده يعني مكلف جدا ومشاكله كتير، مش مشاكله كتير يعني تكلفته عالية، يعني عامل شبكة ري بالتنقيط عشان ذرة مش، ولكن لو هي موجودة أساسا، شبكة الري بالتنقيط دي موجودة أساسا، يبقى ازرع عليها. كمان ممكن بيعمل لي مشاكل، لأن الجذور بتاعته أساسا بتعمل شبكة على خرطوم الري، بنيجي نطلع الله بيحصل لنا شوية مشاكل، دي عن تجارب كتير حصلت معانا، تمام. طيب بعد كده التقاوي يا جماعة، معدل التقاوي قد ايه؟ معدل التقاوي في الهجن الفردية قد يصل ل 12 كيلو، للفدان 10 كيلو، لان انت بتزرع حباية واحدة، تمام. طيب بالنسبة للهجن اللي هي الثلاثية، لا ممكن بنزرع ب20 كيلو للفدان، وفي الأصناف البلدية زمان كنا بنزرع بال40 كيلو للفدان وال50 كيلو كمان، تمام. المسافة بتاعت الزراعة في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة بتبقى المسافة بين الخط والخط بتبقى 70، من 65 ل70 سنتي، والمسافة بين النبات والنبات بيبقى في حدود 25 ل30 سنتي، وفي ناس بتزرع على ال20 سنتي. الموضوع ده بيرجع على ايه؟ بيرجع على خصوبة الأرض، لو الأرض عندك خصبة فعندك ما عندكش مشكل خالص انك انت تزرع على، يعني على لو الأرض عندك خصبة ممكن تضيق المسافة شوية، بحيث ان طب الأرض الخصبة دي يا جماعة نجيبها منين؟ الأرض الخصبة يعني لما بتزرع ذرة مكان قمح يعرف ان الأرض مش خصبة بالمرة يعني، تمام، لأن القمح أساسا مستنزف للتربة والذرة كمان مستنزف للتربة، أما لو هتزرع مكان برسيم اعرف ان الأرض عندك خصبة، وخصبة جدا كمان، تمام، لأن البرسيم النباتات البقولية المضيفة للتربة وليست المستنزفة لخصوبة التربة، تمام. عايز نتكلم بعد كده برضو عن تجهيز الأرض للزراعة. بنزرع طبعا الأرض، بنحرتها مرتين متعمدتين في الأرض القديمة. في الأراضي الرملية عادي ممكن ما تحرتش خالص، لأنها أراضي أساسا بطبيعتها مفككة، وممكن تحرتها وش واحد وخلاص، بتنعم التربة بعد كده بتزحيف وخلافه. بعد كده بتبدأ تزرع، تحط الأسمدة بتاعتك، ممكن تحط حضرتك سماد عضوي، وطبعا عشان تزرع في أرض رملية يبقى لازم تحط سماد عضوي، خصوصا لو تزرع مكان قمح، وفي الأراضي القديمة كان يفضل أنك تزرع وتحط سماد عضوي، لأن برضو أنت في الحالة دي يعني الأراضي برضو بتكون للأسف الشديد الاستنزاف بينها، لأن الأراضي احنا بنزرع أكتر من محصول، تمام، في السنة، فبالتالي استنزاف العناصر منها بيكون كتير، فاللي يعوض الاستنزاف ده حاجة واحدة هي المادة العضوية، تمام.